البعض بينكم بيقول لي هو انا ينفع اعمل تيكا كروشيه بنفس الخيط ونفس الورده ونفس الستايل، وينفع برضو الف الطوق بشرائط الستان واعمل برضو عليه في يوم كمان كروشيه؟ عايزه اقول لكم تابعوا معايا الفيديو ونعرف مع بعض ينفع ولا ما ينفعش. ازيكم يا حلوين، زي ما حضراتكم شايفين ان ممكن نعمل عادي توكه من خيط الكروشيه ونلف الطوق بخيط كروشيه. نفس الكلمه اللي اتسالت كتير في الفيديوهات، ان ازاي نعمل الطوق كده نلفه بالخيط وازاي نلفه بنفس الكلام بالستان ونعمل منه فيونكات بالستان زي ما حضراتكم شايفين، سوري بفيونكات بالكروشيه. اول حاجه بقى هنتكلم عليها، طبعا انا عايزه اقول لكم ان ده طوق زي ده بالظبط، وممكن يكون ملفوف كمان بخيط ستان. ده بقى زي ما عايزه اقول لكم ان انا اول ما اشتغلت ده عملت غرز السلسله طويله بعدد الطوق وطول الطوق، سوري بعدد قصدي بطول الطوق، وقيس كل ما اعمل مجموعه من السلاسل ناخد بالنا وبنقيس نفس المقاس او بنقلل شويه علشان ممكن نعمل نفس العدد ونقيس بالظبط ونرجع بعد كده نشتغل غرزة الحشوة اللي بعدها او غرزة العمود بلفة، ونلاقي طبعا السلسلة معايا طولت جامد ونلاقي المقاس بقى كبير جدا عن التاني. عايز اقول لكم بقى ان احنا انا عاملة دي بغرزة عمود بلفة، لو تاخدوا بالكم حضراتكم دي معمولة غرزة عمود بلفة رخرة عشان كمان كده الطوق عريض، الغرزة عريضة كده زي ما حضراتكم شايفينه بيدوا عرض اكتر في السمك بتاع الطوق، او زي ما حضراتكم شايفين لو عملنا غرزة حشوة تلاحظي ان المسافة بين دي وبين دي مسافة صغيرة، فانا ممكن تعملي بقى غرزة عمود بلفة وتعملي بقى ايه، هيجي يديك العرض ده بتعملي اتنين غرزة اتنين راوند غرزة عمود بلفة عشان تكونوا عارفين. وبتبدأي بقى لو عندك ابرة تنظيف او ابرة عريضة تلضم بنفس الخيط ده وتقفلي بقى على المقاس على الابرة داير ما يدور لحد تحت، تمام. اهم حاجة خلي بالنا من العدد بتاع السلاسل واحنا بنشتغل كده، احنا هنعمل مجموعة من السلاسل ونبدأ بقى ايه نقيس كده بالراحة، بس نقلل طبعا كل ما نخلي مسافة قليلة عن الطول للاخر عشان لما بنشتغل غرزة بعد كده بيزيد معايا الشغل ده. طبعا الورده دي انا في يومك دي انا عملتها طبعا لوحدها وحطيتها كده وزوقتها وحطيتها كده على الطوق بفوق من فوق كده اهوت، ده معمول برضو مخيطها في نفس الخيط بابره التنظيف اهوت، طريقتها سهله جدا كده. يبقى خلصنا من ده كده، ده معمول منه فيه، وممكن تعملي كمان عايزه اقول لك ممكن تعملي الخيط ده لون ودي كمان لون على حسب ما انت عايزه، لونين مع بعض اوكي بيدي منظر جميل جدا، بس بتختلف طبعا في الزواق بتاع الطوق ده كده بقصدي بتاع الفيونكه، بتغيري بقى وتظبطي كده الاداء، تمام. نفس الكلام برضو في الطوق التاني ده برضو، البعض سألني هل ينفع الخيط الستان مع الورق الفيونكه الكروشيه او الورده الكروشيه؟ ينفع، بيدي كمان منظر جميل جدا للطوق زي ما حضراتكم انا عاملاها كده اهيت على جنب شويه، منظره جميل جدا. طبعا ان شاء الله في فيديو هعمل لكم الطريقه بتاعه الاطواق ديت ان شاء الله، لو اي حد بقى عايز طريقة اي طوق معين ممكن انفذه لكم. طبعا انا عملت قبل كده اطواق بالورد اللي هو الورد البلدي ان هو زي ده كده نفس الكلام، بس بدل الفيونكة حطيت وردة بلدي كبيرة كده، بقت منظر الطوق صراحة جميل جدا وعجب اللي خدته. طبعا في ناس حابة الخيط الستان الطوق يتلف بالستان وان هو يكون عليه حاجة كروشيه برضو من فوق كده، نفس الكلام برضو ينفع عليه وردة كروشيه بنفس الطريقة برضو عادي ما فيهاش اي مشاكل. لو عايزين بقى اي طريقة اي حاجة في بالنسبة للاطواق دي او اي حاجة طبعا على بالكم ممكن تكتبولي في الفيديو وانا ان شاء الله هعملها لكم في الفيديوهات تحت. يلا باي باي.